متابعينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. انتم على المباشر معنا على قناتكم شوف تي في مباشره من مدينه جده، وبالضبط من امام المستشفى الاقليمي محمد الخامس. نبدا هذا المباشر باخر المستجدات والاحصائيات وباء كورونا بالمملكه، اذ اعلنت وزاره الصحه قبل قليل عن تسجيل 16 حاله اصابه مؤكده الى حدود الساعه 10 من صباح اليوم. إذا حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد كيرتفع العدد الإجمالي ديالو بالمملكة إلى 6623 حالة. وأضافت الوزارة في تصريح صحفي لها قبل قليل أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 73882 حالة، وبلغ عدد الحالات اللي تمت للشفاء ولله الحمد من مرض كوفيد 19 لحدود الساعة 3383 بعد تعافي أو شفاء 73 حالة ولله الحمد. فيما عدد الوفيات جراء هذا الوباء 190 لحدود الساعة، إذن 24 ساعة الأخيرة ليست هناك أي حالة وفاة ولله الحمد. إذن 3050 هو العدد ديال الحالات اللي كتلقى العلاج بالمستشفيات المغربية. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. إذن سيداتي سادتي 16 حالة في مجموع المملكة الحدود الساعة 16 حالة إصابة بفيروس كورونا الحدود الساعة 10 صباحا. إذن 16 حالة، وصلنا اليوم سيداتي سادتي إلى 6623 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بالمملكة. إذن مزيد من الحذر خوتي المغاربة. تحياتي لكم محمد الرجب من ولاد فرج، تحياتي الإيمان، جمعة مباركة، تحياتي لكم جميعا خوتي المغاربة داخل وخارج أرض الوطن. فيما تم تأكيد سيداتي بالنسبة للأخبار الإقليمية والمحلية، أؤكد لكم أن إقليم سيدي بن نور ليست هناك حالة إقليم جديدة، حالة جديدة بالضبط من آزمور، إذ تم تأكيد إصابة شخص بمدينة آزمور بفيروس كورونا. يتعلق الأمر بأستاذ في الأربعينيات حل أمس بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة عليه الأعراض ديال الكوفيد 19، ليتم إجراء تحاليل مخبرية تأكد إصابته بفيروس كورونا. إذن مرة أخرى حالة إقليم الجديدة بالضبط من مدينة آزمور. إذا مدينة آزمور كتدخل في مدن اللي عندها إصابات فيروس كورونا. إذا أستاذ في الأربعينيات تم إصابته بفيروس كورونا، وتم تأكيد ذلك بعد تحليل مخبري إذا اللي قام بمدينة آزمور. خوتي بمدينة آزمور ماشي مدينة جديدة. إذن الحالة ديالو مستقرة، الحالة الصحية ديالو مستقرة هنا بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس مرة أخرى. مزيد من الحذر، إذن مرة أخرى شخص من مدينة آزمور تم تأكد إصابته بفيروس كورونا أمس. إذن بعد ما جات تحليلها البارح في الليل تأكدت بأنه مصاب بفيروس كورونا. جميع المخالطين ديالو هو الآن في الطبق الثاني، يعني الجناح المخصص فيروس كورونا كوفيد 19 بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس. جميع المخالطين ديالو هما حوالي، إذا الأخبار كتقول بأنه حوالي 16 واحد اللي كان خالطو. البعض كيقول بأنه ما كانش كيخرج من الدار. إذا مازال غادي نتأكدوا من الموضوع لاحقا. مرة أخرى مزيد من الحذر، مدينة آزمور يا مدينة آزمور. إذا نتمنى من الله أن الناس تلتزم البقاء في البيوت ديالها. إذا مدينة آزمور بعد ما كانت ما فيها حتى شي حالة، رغم أنه كانوا حالات قريبة لها طبعا بالجماعة ديال سيدي علي المتاخمة أو القريبة لمدينة آزمور، اليوم أول حالة بمدينة آزمور. وأستاذ يعني في الأربعينيات، يعني صراحة هذا الخبر جاء يعني تفاجؤوا الناس ديال مدينة آزمور بعد ما كانت خالية من أي إصابة. إذا مزيد من الحذر مرة أخرى، ردوا بالكم. اللهم ارفع عنا هذا البلاء. جمعة مباركة أخوتي المغاربة داخل وخارج أرض الوطن مرة أخرى ولله الحمد. إذا الأعداد بدات كتنقص ديال الإصابات، والأعداد ديال التعافي بدات كتزاد. إذا رغم ذلك مزيد من الحذر، ردوا بالكم خوتي المغاربة، ردوا بالكم.
كيف ما كتعرفوا ممكن هذا الفيروس انه ينتشر في رمشة عين. في رمشة عين مدينة أزمور ما كانت فيها حتى شي حالة. اليوم بعد ما قربنا 20 ماي والتاريخ ديال رفع الحجر او حالة الطوارئ الصحية، اليوم كنشوفوا مدينة أزمور فيها حالة من أستاذ. اذا نتمنى من الله انه ما يكونوش حالات اخرى خصوصا المخالدين ديالو. اذا الحدود ساعة بعد الاخبار كتقول بانه خالط حوالي 16 واحد، مازال ما تيقناش من الخبر. نتمنى من الله الله يشافيه حدود الساعة الحالة ديالو مستقرة، حالة صحية طبعا مستقرة. اذا غالبا كانوا تحاليل اللي تحالوا الان على المختبر، مختبر باسور بالدار البيضاء للتأكد من ان اصابة او عدم اصابة المخالطين ديالو. نتمنى من الله عز وجل انهم تكون حتى شي اصابة بالناس المخالطين ديالو. اذا مرة اخرى 16 حالة. الحدود الساعة 10 من صباح اليوم سيداتي سادتي. بالنسبة للوفيات ليست هناك اي حالة وفاة جراء هذا الفيروس في 24 ساعة الاخيرة ولله الحمد. اذا وصلنا 3623 الناس اللي كتسول على الحالات اللي على حسب الجهات. اذا بالنسبة حالة الاصابة بفيروس كورونا على حسب جهات المملكة، جهة الدار البيضاء سطات 1860 حالة، جهة مراكش آسفي 1240 حالة، جهة فاس مكناس 924 حالة، جهة طنجة تطوان الحسيمة 945 حالة، جهة الرباط سلا القنيطرة 663 حالة، جهة درعة تفيلال 585 حالة، جهة الشرق 177 حالة، جهة بني ملال الخليفرة 107 ديال الحالات، جهة سوس ماسة 73 حالة، جهة قلميم ودنون 43 حالة، وجهة العيون الساقية الحمراء 4 ديال الحالات، جهة الداخلة واد الذهب 2 ديال الحالات. مزيد من الحذر خوتي المغاربة الله يجازيكم بخير، المسافة ديال الأمان الكمامة ضروري وضرورية وضرورية ومؤكدة. هذا الشيء يعني اليوم كنسمعوا 16 حالة إصابة فقط، هذه ما يعنيش أننا قطعنا الواد ونشفوا رجلينا. مازال هذه هي المرحلة الثانية، خصنا مزيد من الجدية، مزيد من التلاحم، مزيد من أخذ المسؤولية سيداتي سادتي باش نتغلبوا على هذا الوباء الخطير. ردوا بالكم الله يجازيكم بخير، ردوا بالكم الله يجازيكم بخير، مسافة ديال الأمان، تعقيم الخروج للضرورة للضرورة فقط. الناس شوية بدأت بدأت كتراخى، شفنا في الأيام الأخيرة الناس بدأت كتراخى، كتشوف مجموعة من الناس كتخرج دون كمامات كتخرج عادي. اليوم أزمور أصبحت إذا فيها حالة بعد ما من بداية هذا الوباء ما كانت حتى شي حالة بمدينة أزمور. اليوم كنشوفوا حالة بمدينة أزمور. أزمور الآن كل شيء كيتكلم كيفاش دخلت هذه الحالة الأزمور، واش السيد خرج من كان في مدينة أخرى وجا الأزمور. البعض كيقول السيد كان ملتزم بالحجر الصحي. إذا التساؤلات ما عندهاش حدود الساعة أجوبة. نتمنى من الله هذا السيد أول حاجة الله يشافيه ويعافيه، ثاني حاجة العائلة ديالو الناس المخالطين، نتمنى من الله أنه ما يكونش وصل لهم هذا المرض ديال كوفيد 19. الله يشافيهم جميعا، نتمنى من الله عز وجل الله يرفع البلاء على بلادنا. اخبار غادي نتابعوا اخر اخبار هذا الحاله بمدينه اللي الان كتعالج بالمستشفى الاقليمي محمد الخامس. اكد لكم ان مستشفى محمد الاقليمي محمد الخامس مازال فيه ثلاثه الحالات اللي قربات تعافوا لله الحمد. 2 الحالات اللي كانت تاكد التحليله الاولى بان جات سلبيه ولله الحمد كيتسناو التحليله الثانيه، كذلك الحاله الثالثه اللي كانت مستقره كنا كنتسناو هذا الاسبوع. مدينة الجديدة أو إقليم الجديدة أو إقليم سيدي بنور يكون خالي من أي إصابة. اليوم كتزاد الحالة 16، إذا الحالة 16 اللي هو شخص يعني هو شخص من مدينة أزمور يعني في الأربعينيات من العمر ديالو، وهو أستاذ يعني العمل ديالو في التدريس. نتمنى من الله الله يشافيه ويعافيه ويشافي جميع المغاربة. مزيد من الحذر خوتي المغاربة، الخروج للضرورة وللضرورة القصوى، المسافة ديال الأمان ضروري ومؤكد، مسافة
الأمانة ردوا بالكم، الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. الكمامة ضرورية ومؤكدة المصلحة والصحة ديالكم، ردوا بالكم. الناس اللي كيخرجوا من المنازل ديالهم أكثر عرضة، إذا بطبيعة هما اللي كيتسبوا في انتشار هذا الفيروس. طلبوا من الله السلامة، الله يحفظنا جميعا ويحفظكم. إذا جمعة مباركة، نتمنى من الله عز وجل أنه في أقرب وقت يتم رفع اللهم ارفع عنا هذا البلاء. تحياتي اخوتي المغاربه داخل وخارج ارض الوطن. دوماجي بالنور من مدينه الرباط، تحيه كويسالاس. اذا الحجر الصحي هو الحل، الحجر الصحي. اذا التمديد، كلشي كيطالب بالتمديد ديال الحجر الصحي، نتمنوا من الله. اذا هناك مسؤولين اللي غادي يعرفوا المصلحه ديالنا، نتمنوا من الله انه يكون خير في اي قرار اتخذ. بلادنا عزيزة والشعب ديالنا عزيز، نتمنى من الله أن الناس أول حاجة وآخر حاجة أنها تلتزم بالبقاء في البيوت ديالها، كذلك يحتوي المسافة ديال الأمان، تعقيم غسل اليدين. ردوا بالكم، ما نمشوش الأماكن المكتظة، أماكن اللي عامرة ما تمشيش لها، ديما عطي المسافة ديال الأمان. خوتي المغاربة 16 حالة اليوم، هذه مسألة الحمد لله أننا وصلنا لهذه الأعداد، أن 16، وهذا الشيء مازال يعني ما نسمعوش اليوم 16 حالة اللي تصابت في يعني في المملكة، يعني صافي راه ما بقاش عندنا حتى شي حالة. نتمنوا من الله أن مازال تنقص حتى اندثر هذا الوباء من المملكة إن شاء الله في أقرب وقت. ردوا بالكم خوتي المغاربة، 16 حالة اليوم، هذا خبر زوين مفرح الحمد لله والشكر لله، ولكن هاد الشيء ماشي خصنا نتراخاو، بالعكس خصنا نتقواو وخصنا نبقاو في المنازل ديالنا باش في القريب العاجل نشوفوا صفر حالة بالمملكة المغربية وتقع الدوام صفر حالة بإصابة بهذا الوباء بالمملكة المغربية إن شاء الله كما دول أخرى. اللهم لك الحمد على أي حال. خوتي المغاربة تحياتي لكم من داخل، عفوا من أمام المستشفى الإقليمي محمد الخامس. إذا الخبر اليوم هو إصابة شخص من مدينة أزمر، هو كيشتغل في التدريس يعني في الأربعينيات من العمر ديالو، من مدينة أزمر، أستاذ أخي، وتصاب فيروس كورونا بالمملكة، الله يشافيه ويعافيه، الله يحفظ عائلته كاملة. إذا جميع الناس المخالطين هم في الحجر الصحي، قاموا بالتحاليل اللي ترسلت المختبر باستور بمدينة الدار البيضاء للتأكد إصابتهم أو عدم إصابتهم فيروس كورونا. نتمنوا من الله عز وجل يا ربي أنه مين يتعدى حتى شي واحد، ونتمنوا من الله حتى مغربي ما يتعدى إن شاء الله بحول الله وقوته. إذا سيداتي ساداتي، دائما معكم بشير نسيك مباشرة من مدينة الجديدة من أمام المستشفى الإقليمي. 16 حالة ديال الإصابة اليوم بالمملكة، إذا عدد الوفيات صفر ولله الحمد، صفر حال وفاة حدود الساعة ولله الحمد. نتمنوا من الله انهم يكونوش اكثر من 16 يوم، البضون قل هذا العدد بالنسبه للحالات اللي تعافات ولله الحمد. الحدود الساعه 10 من صباح اليوم 73 حاله اللي تعافات ولله الحمد، اذا 73 حاله اللي تعافات، 16 حاله ديال الاصابات، اذا عدد الوفيات صفر بالنسبه للاقليم سيدي بنور. ليست هناك اي حاله اقليم الجديده، حاله جديده من مدينه زمور، الله يشافي الجميع، تبارك الله عليكم، وإلى اللقاء في مباشر آخر إن شاء الله، مع السلامة.